ازاي ازود انتاج الحمام من الزغاليل والبيض، خلي الحمام في حالة انتاج مستمر، الحمام ما يتأخرش بين العش والعش، الحمام يلحم العش في العش، البيضة تبقى سليمة لا قشرتها ضعيفة تتكسر او برشت، او مثلا قشرتها تبقى قوية جامدة، الزغلول اللي جواها ما يقدرش يقوى ان هو يكسرها من كتر ما هي القشرة تخينة وجامدة اللي هي بنسميها الكالس، او اللي هي بتبقى فيها كالسيوم زيادة. ازاي نخلي قشرة البيض سليمة بحيث ان الزغلول اللي جوه البيضة يقدر يقوى ان هو يكسرها ويطلع منها منتهى السهولة ومنتهى البساطة، في نفس الوقت ما تبقاش برضو ضعيفة جدا. كل ده هنعرفه ان شاء الله في الكورس الجديد او في السلسلة اللي هنبدأها جديد اللي هي سلسلة زيادة انتاج الحمام. طبعا اتكلمنا عن مشروع تربية الحمام للمبتدئين من الصفر الى الاحتراف، وخلاص عملنا المشروع بتاعنا وجبنا الحمام وعملنا الأوضة وزبطناها، اتكلمنا بصوا عن كل ما يخص مشروع تربية الحمام في البداية. وصلنا بقى للإنتاج يا جماعة، هنبدأ مع بعض سلسلة جديدة اللي هي زيادة إنتاج الحمام من البيض ومن الزغاليل، وإزاي برضو زي ما قلتكم نعمل الحاجات اللي قلت عليها في الأول دي كلها، وإزاي يبقى البيضة جواها جنين أو البيضة تبقى مخصبة. في ناس برضو بتشتكي إن البيض في الحمام بيطلع بيضة وبيضة لأ، التانية بتبقى فاضية، بيضة مخصبة وبيضة فاضية، أو البيض الاتنين بيبقوا فاضيين. هنتكلم عن كل المشاكل دي وإزاي نحلها بمنتهى السهولة ومنتهى البساطة، وإزاي بجد نحصل على أعلى إنتاج من الحمام. بس يا ريت بقى تتابعونا كده مع بعض عشان هنتكلم عن كل جزء من الأجزاء دي بالتفصيل في فيديو لوحده. أول حاجة وأهم حاجة هتكلم عنها الأكل. الأكل طبعا كنا اتكلمنا عنه في فيديو لوحده برضو في السلسلة اللي فاتت، وقلت لكم زي تدوا للحمام كلفة متنوعة بأقل سعر، وبصوا بحاجات بسيطة جدا من غير تكلفة عالية يعني، ومش لازم أجيب كل الحبوب مرة واحدة زي ما شرحت برضو في الفيديو. هسيب لكم برضو إن شاء الله الفيديو في حرف الآي أو في صندوق الوصف من تحت أو في أول تعليق مثبت. تمام، الكلفة احنا طبعا عارفين ان الكلفة كذا نوع، في ناس كتير بتشتكي لما اتكلمت عن الكلفة واتكلمت عن الحبوب بتاعة الكلفة، القمح، الشعير، الرز، البسلة، الفول، الذرة العويجة، الذرة الصفرة. ناس كتير جدا اشتكت وقالوا لي احنا الحمام عندنا مش بياكل ذرة صفرة ومش بياكل بسلة ومش بياكل فول، الحمام بينقي الحبوب الصغيرة وبيسيب الحبوب الكبيرة، الحمام دايما بيميل للذرة العويجة وللقمح وللرز المكسر، الحاجات اللي هي بمعنى اصح صغيرة وبينقيها وبياكلها. الحمام عندي يا جماعة انا اول ما ربيت حمام كنت معودة الحمام عندي، يعني انا في بدايتي خالص كنت معودة الحمام عندي كنت بحط له قمح، ذرة عويجة، ممكن ساعة رز مكسر كده، الحبوب اللي هي الصغيرة. الصراحة ما كنتش بحط حبوب كبيرة خالص، لأن برضو كان عندي اعتقاد إن الحمام ما يقدرش ياكل الحبوب اللي هي الكبيرة، لحد ما ابتديت بقى يعني أطور نفسي وأبحث وأعرف إن الحمام لازم ولابد إن احنا نحط له زي ما نحط له حبوب صغيرة نحط له كمان حبوب كبيرة، لأن الحمام محتاج تنوع في الأكل. فابتديت أجيب له الحبوب الكبيرة. الحبوب الكبيرة ما كانش بيبص لها خالص نهائيا، يعني كان يبص للحبوب كده ويسيبها ويمشي، مرضاش ياكلها ينقي القمح. عملت ايه بقى مع الحمام عشان اعوده؟ تابعوني وكده وصلوا على الرسول، ويا ريت ما تنسونيش من اللايك، بالله عليكم اللايك من غير فلوس، اللايك فري خالص من غير فلوس يا جماعه، لا فلوس ليكم ولا فلوس ليا، فيا ريت تضغطوا لايك كده واعتبروها خالصه لوجه الله علشان الفيديو يوصل لغيركم وغيركم يستفاد منه. يا ريت لو تقدروا تشيروا الفيديو شيروه على قد ما تقدروا. فالحمام عملت معاه كالاتي، ابتديت اجوع الحمام. تجوعي الحمام؟ ايوه اجوع الحمام، والحمام اللي بياكل على جوع بيبقى زغلوله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده تفرح بجد وحاجه تملى العين، بس غير الملحمة وصدرها عريض وتبقى حاجة محترمة. ارجعوا للفيديو اللي فات انا متكلمة عن الموضوع ده بالتفصيل فيه، وقايله لكم ازاي بتنظموا الاكل بتاع الحمام عشان تحصلوا على حمام صدره عريض وحمام ملحم وحمام مفتول العضلات. زي ما قلت مفتول العضلات، وفي حد كتب لي تعليق كده بيضحك على كلمة مفتول العضلات، اي والله يا جماعة حمام بيبقى بسم الله ما شاء الله الزغاليل بمعنى اصح، يعني يبقى زغاليل حجمها اكتر من ممتاز بسبب تنظيم الاكل للحمام، تنظيم الاكل والخلطة الجميلة اللي انا عملتها في الفيديو اللي فات، ارجعوا لها برضو الخلطة اللي هي بتاعت فاتح الشهية ورافع المناعة ومضاد فيروسي ومضاد بكتيري والنزلات البرد والنزلات المعوية، حاجات كتير جدا بتعملها الخلطة دي، ارجعوا الفيديو اللي فات وشوفوا برضو ان شاء الله. اللهم ذكرني احسبه لكم برضو ايه في حرف الاي وفي صندوق الوصف. تمام، طيب
احنا بقى هنجوع الحمام ازاي؟ احنا الطبيعي يا جماعه بننظم الاكل للحمام، بنحط مرتين اكل في اليوم، مره في الصبح ومره اخر النهار. طبعا في خلال الفتره اللي هي بين الصبح وبين اخر النهار مش بسيب الاكل خالص قدام الحمام، الحمام بياكل اكل زغليل وبيشبع وبشيل الاكل من قدامه، بحيث ان الحمام على ما بتيجي الوجبه اللي وراها وجبه اخر النهار بيبقى الحمام هضم الاكل القديم ومستعد ان هو ياكل اكل جديد، فبياكل على جوع، بياكل وبياكل كتير. زي ما شفت دلوقتي اول ما حطيت الاكل للحمام، الحمام كله نزل بياكل، مفيش حمام واقف هنا ولا هنا زي ما وريتكم كده في اول الفيديو، الحمام كله نزل، معنى كده ان الحمام الحمد لله صحته حلوه، حمام زي ما بقول لكم اللي بياكل ياكل زغليله على جوع بيفرق معاه جدا، دي اهم نقطه ان الحمام ياكل على جوع. طيب انا جوعت الحمام، بس الحمام برده نقى الحبوب الرفيع وساب الحبوب الكبيره، زي برده ما شفتوا معايا الحمام ما شاء الله اللهم بارك، اول حاجه نقاها من ايدي وهو بياكل من ايدي، نقى الحبوب الكبيره، ساب الحبوب اللي هي الصغيره، اخر حاجه بيبص لها الحبوب الصغيره، بس هياكلها، ليه؟ انا عارفه هو بياكل كميه قد ايه وبحط له على قد كميه اكله. طب الحمام عندي ما بياكلش الحبوب الكبيره، هقلل له الكميه، اقلل الكميه الحمام هيجوع، مش هيجرى له اي حاجه يا جماعه، هقلل الكميه، الحمام لما هيحس بالجوع هيبتدي ياكل كل الحبوب. طيب انا قللت الكميه وبرده الحمام ساب الحبوب الكبيره وما رضيش ياكلها ونقى الحبوب الصغيره او العكس. طيب هقلل الكميه الصبح، اخر النهار هقلل برده الكميه. طب الحمام جعان هيعمل ايه؟ هيبتدي يلقط في الحبوب الكبيره، هيدوقها هيلاقي طعمها حلو، يبتدي واحده ورا واحده، مره ورا مره ورا مره، هيتعود. الحمام كان عندي انا كده زي ما شفتم ما شاء الله دلوقتي بياكل الحبوب الكبيره ويسيب الحبوب الصغيره لو انا كترت له، لكن طبعا انا ببقى حاطه على قد زي ما قلت لكم، لكن انتوا زي ما بقول لكم كده هتبتدوا تقللوا للحمام الاكل يوم يومين ثلاثه لحد ما تلاقوا الحمام ابتدى ياكل الحبوب اللي هو مش راضي ياكلها. الاول لو لقيتوه برده لسه معانا تقللوا الكميه ثاني، قللوها لحد ما يبتدي ياكل الحبوب كلها، هيبتدي مرة على مرة على مرة هيتعود على انه هو ياكل كل الحبوب، لان طبعا اهم حاجة اهم من اي علاجات اي فيتامينات اي ادوية اي اعشاب اي حاجة خالص الاكل او الكلفة المتوازنة للحمام. الكلفة يا جماعة الناس اللي هي بتقولي بنحط علف للحمام اقول لهم لا او الف لا، طب بنحط علف بياض؟ لا برضو. في ناس بتقولي ان في علف بيبقى مخصوص للحمام، العلف ده بيبقى عبارة عن الكلفة، يعني الحبوب دي حبوب متنوعة وبيبتدوا يضربوها في مضرب كده ويعملوها زي الكلفه، يعني بحيث ان هي تبقى ناعمه على الحمام ويعرف يهضمها بسهوله. بصوا يا جماعه هو ربنا هيئ معده الحمام او حوصله الحمام ان هي تهضم الحبوب، بتهضم الفول، الفول الناشف، يعني مش هتهضم باقي الحبوب، الحبوب الثانيه يعني. فبصوا هو الحمام مهيئ لكده، ربنا خلقه كده ان هو يهضم الحبوب. العلف بالعكس، العلف اللي هو سهل في الهضم ممكن يتعب الحمام، تمام؟ ومعرفش وبرده زائد كده يعني الحبوب دي او العلف اللي هو بتاع الحمام ده انا معرفش الخلطه بتاعته دي فيها ايه، هم حاطين ايه مع الحبوب عشان يعملوا العلف ده، فمعلش انا برده ما اضمنش العلف ده شكله ايه. الاضمن والاحسن والافضل الحبوب الكامله، حتى الحبوب اللي هي المدشوشه برده في ناس بيقولوا لي انهي اللي احسن، الدشيشه اللي هي الذره الصفراء المكسره ولا الذره الصفراء اللي هي السليمه؟ الذره الصفراء يا جماعه السليمه احسن بكتير جدا من اللي هي مكسره، والفول السليم احسن من المكسر، والقمح السليم احسن من المكسر. الحبوب عامه لما تبقى سليمه افضل مليون مره من المكسر، هقول لكم ليه، لان الحبوب المكسره يا جماعه ممكن اسمه ايه ده الجنين اللي بيبقى جواها بيضيع، وبيضيع في وسط الحبوب ممكن يضيع ويقع ما يتاخدوش الفايده كامله للحبايه، يعني الحبايه بيبقى جواها جنين، الجنين ده بيبقى مهم جدا جدا في تغذيه الحمام. كمان الحبوب لما بتتكسر بيدخلها اتربه وبيدخلها حشرات وبيدخلها حاجات كتير جدا احنا في غنى عنها، يعني وبتعمل مشاكل للحمام، المشاكل دي كلها طبعا احنا في غنى عنها، مشاكل معويه وبتعمل له نزلات معويه واسهالات والكلام ده كله. فالحبوب الكامله النظيفه السليمه احسن مليون مره من الحبوب المكسره، وابعدوا بعدا تاما عن العلف، العلف تلف يا جماعه، تمام؟ حط في دماغكم كده العلف ده اكل للطيور التانيه مش للحمام، الحمام ده حاجه بصوا يعني حاجه كده مرفهه تاكل حبوب سليمه وبس،
ده كان الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، ودي أول حلقة في سلسلة زيادة الإنتاج. أول حاجة تهتموا بيها الكلفة المتنوعة المتوازنة النظيفة، خلوا بالكم اللي ما فيهاش بودرة، وبرضو تكلمنا إزاي تعرفوا إن الكلفة دي الحبوب دي فيها بودرة أو ما فيهاش. تمام، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى الفيديو يعجبكم، يا ريت تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا لحبايبكم في جروباتكم وفي كل حتة، أي حد تحس إن أنتم هتستفادوا منه. زكاة العلم نشره. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.